والله يا جماعة حزنتني البسة دي، تول انتبه لك والله معليش. شوف كيف غرقت مع البرد وانحبست. الحين افتح لك الباب، استنيني دقيقة. ها اما دام مفتاح خلاص حتموت هنا اخيرا بعد انا. يلا يا بس فينا؟ لا مو افتح لك الباب وتستهبل. ايش ده؟ شوف البس هنا. اطلع 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 يا ابني اطلع. هاي شوف زابن فين؟ تعبني على الفاضي. شوف ديله اب ربط كل شيء للراف. طم 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 صلاحي. يا جماعة الخير اكتشفت انه ما في شعارات، في شعار بس، لكن هنا ربا ملكة الشعر عطينا الشعر الأخير، سوى الشعر فخو يا محمد الصغير. أسمع فخو حم حم طاس وما بالطعوس إلا طاسة سكري ومغثي للأزمان أزماني رويتر رويتر ما بالأقدار تتراوى تتراوى في والخصام تصنع. يا لك من كاشب تتاح لك. يا لك من إيش؟ كاشب كاشبن. ايش معنى كاشبن؟ يعني كاذب. كاذب؟ ايوه. هذا بلغة مين؟ الشعر. بال 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 ايش بال ايش التكملة لك من كاشبن؟ تتاح الفرصة. تتاح؟ ايوه. يعني يعني ياخذ الفرصة. والله نعم. ايش اسمه صح لسانك؟ يلا تبغى شعر مين كمان؟ اعطينا شعر امي. ها بسم اي اسلم. كيوتون كيوتون ان ان ها لحظه لا تردد عشان استوعب. هو كيوتون ان. ايوه كيوتون ان ورجلك يا اكيوتون تحتها جنه ومن فوقها وجناء وجناء تجري في صيوب البيت تخطف الاعناب ولديك مشتقات مكفخات يتقطع منها حلاب صوتيات. حلاب ولا حبال؟ اوكي. أعانك الله يا نهج لغتي ليست أنوار ولا حصة بل عقلك الفتاح. فتاح الله أكبر. عشان كذا ما في شاعرات حريم انقرضوا. أنت الوحيدة أنت الفريدة والنعم والله صح لسانك ولحية غانمة. أو ما عندك لحية وجبهة غانمة. تبى تسمع الشعر ماريا النوم النونو. يلا شعر النونو. ايوه بسم الله هاتي شعر النونو. يلا بسم الله. تبكي وتزعجي في دوامة الزكام في دوامة الزكام والنعم تشربي وتكرعي ولا تطيري في العطاس كلامي تكسري اليد التي باتت توزعك بطعامي في ميامي والنهاء كلام. ميامي ايش دخل ميامي؟ عصام هذا كلام شعر بعدين يعني لازم تتثقف. لا اعطيني ميامي دولة ميامي ولا ميامي هرجة؟ ميامي هرجة هرجة. والله نعم والله هرجة. طب اكتب فيها قصيدة انا لسه ما خلصت من البيت كله دوبني. لازم البيت كامل. طب انا اكبر واحد في البيت المفروض تبدأي حتى ما سويت لبابا بس دوبني تبدأي بي برضه. هذا ليس عذرا ليس عذرا فيك والاحلام ان كنت في ارض وفي اقدامي صح زاني. القصيدة يا جماعة الخير عشان ما نبغى نلعب في مشاعركم الرقراقة بالفن نقسم. عنوان القصيدة شاحنة الأيباد. شاحنة الأيباد نعم بسم الله. يا من شحنت الأيباد ولكنك مجرد باد وتمثلي كل الطقوس بالعبوس يا مطري وثلجي ويا إحصال ما زلت تهوي في الربوع والخطوط تنادي. الخطوط كيف الخطوط تنادي؟ عصام كلام شعر ليه؟ طب بس برضو ايش خطوط تنادي عشان انا اخش الجو؟ ايش هو الخطوط تنادي؟ خطوط مين بتعني؟ خطوط السير أنا هذا انا ناديها يعني. والخطوط ايش هي؟ خطوط الاتصال؟ ايوه بالضبط. اه نعم صح لسانك لسان غانم. انتظر القصيدة اللي فيني. ها ربنا يسعدك ان شاء الله يا رب. يلا اللي بعده اللي بعده نرتقب القصائد الرقراقة. مع السلامة تصبحين على خير. هذه هي الشاعر الأسطورة. خلاص سك الباب يا بنتي.
هذه الشاعرة العظيمة جدا. ها قاعد امدح والله. عشان كذا ما في شاعرات بنات. والله ترى هذه ملاحظة، عمري ما شفت يعني شاعرة قديمة ولا حديثة، ما شفت. ليش الشعر بس عند الرجال؟